بصي يعني انا في كل مكان بطلع اتكلم فيه عن عمرو ببقى فخوره جدا ان انا طالعه اتكلم عنه. دي حاجه شرف لينا، تاج فوق راسنا، وللولاد ان باباهم بطل وضحى بحياته عشان البلد. كان كل هدفه ان هو حب مصر، وكان دايما بيتمنى الشهاده، وكان دايما عنده اهم حاجه البلد. انا يعني عايزه اقول لك ان انا ان شاء الله يعني هخلي ابني زي بابا، هخلي ابني ظابط، مش هخاف عليه. بتقول له ايه يا فندم؟ ياسين. بتقول ياسين ايه يا عبد الله؟ ياسين لما عمرو استشهد كان عنده 8 شهور، يعني يعتبر لا ياسين صعب يعني. ممكن جودي وملك اصلا، جودي ممكن اصلا يعني ياخده في حضنه، ما لحقش يقول له يا بابا. بس ياسين دلوقتي عارف عمرو من الصور، يقول لي بابي بابي بطل، انا هروح له الجنه. الله يرحمه. يعني اول امبارح بيقول لي انا هبقى ظابط وهضرب الناس الوحشه اللي ضربوا بابا. ما بيروح عنده القبر بيزوره، بيقف على القبر، يعني هو مش عارف ايه، بس بيقول لي بابي جوه. طب خلاص هنروح له الجنه، فهو خلاص بالنسبه له بابي ده بطل وانا هبقى زيه. دي الصوره احنا بنتابعها على الشاشه دلوقتي، ده ياسين. ياسين يعني هو صغير لسه صغير مع بابا الله يرحمه. فعمر كان، بس كان من يوم ما جه يعني ياسين يقول لي انا حاسس ان ياسين هيبقى مكاني، انا هاخده سينا عشان يبقى راجل، انا هخليه يخدم في سينا. وانا بجد يعني انا نفسي يبقى زي بابا، ونفسي يبقى ضابط ويخدم في سينا ويكمل مسيرة عمر ويكمل المسيرة في الجيش ويخدم البلد.